oh الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين السلام عليكم مشاهدين الأعزاء إنما كنتم ورحمة الله تعالى وبركاته لقاؤنا يتجدد معكم في حلقة جديدة من رحلة جديدة مع كتاب جديد لقد كانت البشرية سادة المشاهدين قبل الرسالة الإسلامية تعيش حالة من الفوضى التي كانت تمجد الحجر وتدمر البشر حاله مقيته تقوم على الظلم والفساد والتخلف بكل اشكاله حتى ان المجتمعات في تلك الحقبه بنيت على صياغه خاطئه بكل المعايير فجاء الاسلام ليعيد الاعتبار للانسان مهما كان شانه وليقوم بنيان المجتمع على اسس اخلاقيه ودينيه ساميه وقد كان المجتمع انذاك غير مؤهل بعد لهذه العمليه التغييريه الكبرى، ولكن شخصيه النبي الاكرم محمد صلى الله عليه واله وسلم ومنهجه في الدعوه الاسلاميه ارسى دعائم المجتمع الاسلامي الذي يقوم على الانسانيه الساميه، واليوم وبعد اكثر من 1400 سنه على هذه الدعوه، وفي خضم هذا التطور الهائل الذي اصاب نواحي المجتمع بكل ما فيه عدنا الى ما يشبه حاله الجاهليه المنمقه والمتلبسه بلبوس الحضاره والثقافه ما يطرح سؤالا هاما حول بنيان هذه المجتمعات فهل العالم سليم الصياغه سؤال ساده المشاهدين تصدى للاجابه عنه مرجع فذ ذو فكر وقاد وبصيرة صافية عنيت به سماحة الإمام الراحل الإمام محمد الحسين الشيرازي أعلى الله مقامه الشريف من خلال هذا المؤلف القيم الصياغة الجديدة لعالم الإيمان والحرية والرفاه والسلام فما هي أهمية هذا الكتاب سادة المشاهدين من خلال العنوان والطرح والمنهج هذا ما سيجيب عنه ضيفنا العزيز الدكتور عباس مزهر الصياغة الجديدة لعالم الإيمان والحرية والرفاه والسلام. عنوان ملفت جدا وهو بحد ذاته يشكل الإشكالية الكبرى التي يقوم عليها هذا الكتاب للإمام السيد الحسيني الشيرازي. ينطلق الكتاب من تساؤل هام، هل العالم سليم الصياغة؟ وبالتالي هل هو عالم العقلاء أم عالم المجانين؟ وبالتالي علينا أن نحدد ما هو مفهوم الجنون ومفهوم العقل؟ أولا المجنون أو الجنون هو حالة من الاعتباطية ومن الفوضى ومن يعني أي أن الإنسان المجنون هو الذي يقوم بحركات اعتباطية أو بتفكير عشوائي يؤذي نفسه ويؤذي الآخرين أما العاقل أو عالم العقلاء هو العالم الذي يقوم على المنهج السوي والسليم في إطار إفادة البشرية وإفادة المجتمعات الإنسانية إذا أين عالمنا اليوم من هذين المفهومين أو من هذين الجانبين الكبيرين؟ أولا إذا ترقبنا العالم اليوم وفق رؤية الإمام نرى أن هو فعلا عالم يطغى عليه نوع من التهتك الجنوني في صياغته. لذلك هناك الكثير من الأمور التي رصدها الإمام التي تدل على ان العالم الذي نعيش فيه هو عالم مليء بالجنون ويحتاج الى صياغه جديده، صياغه مستحدثه تنقذ هذا العالم من الموبقات ومن الازمات التي يعانيها. اولا هناك ازمه اخلاقيه في العالم، اذا نحن نعرف ان عالمنا اليوم هو عالم مبني على الذهنيه البربريه. ذهنيه الحروب، ذهنيه التجاره والربح، الذهنيه التي تنتقص من قيمه الانسان وتعرض القيمه الانسانيه للاستلاب والتبخيس والتشيؤ ويرصد الامام يعني الحروب التي مرت على البشريه منذ نشاه هذه البشريه قامت على جماجم المستضعفين، نحن نعرف ان هذه الاهرامات الكبرى التي نراها اليوم انما شيدت على جماجم الفقراء والعبيد والضعفاء، نحن نرى هذا المشهد الحضاري العظيم ولكن الاثمان كانت باهظه، اذا هذه الحضاره التي وصلنا اليها اليوم من منذ آه عصر الاهرامات الى عصر ناطحات السحاب هو عصر قائم على استغلال القيمه الانسانيه وتهميش الانسان واستعباد الانسان. اذا يتحدث الامام ايضا في مقدمه كتابه حول انهيار الشيوعيه التي انتجت عهدا من الميول الغريزيه في العالم وكانت نوعا من الدكتاتوريه التي حصلت في اوروبا ايضا التي ادت الى نشوء الحرب العالميه الاولى والحرب العالميه الثانيه وظهرت اليوم بعد الدكتاتوريات الرأسمالية التي ظهرت أكثر توحشا من الأنظمة الدكتاتورية ومن الأنظمة الاشتراكية. إذا العنف، القتل، الحروب التي اليوم تطغى على هذا العالم تضعنا أمام تساؤل هام، هل العالم سليم الصياغة؟ بالتأكيد هذا العالم صياغته منحرفة وهناك انحراف كبير في المسار العالمي لذلك تاتي اهميه الدعوه والطرح عند الامام بان هذا العالم يحتاج الى صياغه جديده. من حيث المنهج الكتاب يقوم على ثلاث قواعد فلسفيه. القاعده الاولى هي ان الاشياء تعرف بامثالها. القاعده الثانيه الاشياء تعرف باضدادها. والقاعده الثالثه ان الامثال تج يعني تضرب فيما يجوز وفيما لا يجوز. هذه القواعد الثلاث هي التي تشكل الأساس المنهجي الذي يقوم عليه كتاب الإمام مثلا كيف تعرف الأشياء بأمثالها مثلا النهار يعرف من كينونته من صياغته من, من ترقبنا لصنخه لأساسيته أيضا نعرف النهار من الليل إذا هذه العلاقة الجدلية المتعاكسة هي ما تعرف بالقاعدة التي تعرف بها الأشياء من أمثالها وتعرف من أضدادها هذه قاعدة رياضية يعني يتحدث علماء الرياضيات عن القاعدة ونقيدها يعني القاعدة ما يسمى بريسيبروك دراجل أي عكس القواعد هذا منهج رياضي ومنطقي جدا بالنسبة أيضا للمنهج الذي يقوم عليه هذا الكتاب أنه يربط النظرية بالتطبيق وهنا أهمية كتب الإمام لا تقتصر فقط على المنهج النظري انما دائما تربط الامور المفاهيميه الامور المجرده والمعنويه تربطها بالتنفيذ الميداني بالتطبيق وهنا ما يعطي قيمه ما هو مفاهيمي يعطيه القيمه التجريبيه على الارض انه منهج علمي يجمع ما بين النظريه والتطبيق ويرى الامام ايضا في كتابه هذا بأننا نعيش اليوم هي الفكره الاهم في هذا الكتاب بل الفكره التي تتصدر الكتاب اننا في هذه الحضاره المعاصره نعيش جاهليه ثانيه هذه الجاهليه الثانيه تشبه الجاهليه الجاهليه الاولى ولكن بطابع متحضر بطابع متقدم تطغى عليه التكنولوجيا ولكنها جاهليه لانها تقوم على القتل على البربريه نفس قواعد التي تحكم هذا العصر التكنولوجي هي التي كانت تحكم العصر الجاهلي الاول من انقذ الجاهليه الاولى من, من او من انقذ الناس من هذه الجاهليه الاولى انه المنهج الاسلامي الحنيف والسليم وهذه الجاهليه الثانيه يدعو الامام الى ان نتجاوزها ايضا بالمنهج الاسلامي القائم على القران والسنه النبويه وينطلق من المفهوم القرآن العظيم وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض إذا أحبتي المشاهدين وكما تفضل ضيفنا العزيز فالمنهج العلمي الذي قام من خلاله سماحة الإمام الشيرازي على الله مقامه الشريف بمعالجة إشكالية هذا الكتاب المطروحة هل العالم سليم الصياغة؟ قادت إلى جواب واسع وعميق لمفهوم هذه الصياغة وجذورها وتفرعاتها المختلفة فالجواب لا يمكن ان يكون بطريقه سطحيه انما بعمق وتعمق حيث تلتقي النظريه مع التطبيق خاصه بعد بروز ما بات يعرف بالعولمه او النظام العالمي الجديد فقد انطلق سباحته من البداهه في كيفيه معرفه الاشياء مرورا بالحريه وحدودها وصفات الدوله الاسلاميه وغيرها وانتهاء بطريق النصر لمنهج الحق لصياغة جديدة لهذا العالم كما أرادها الله سبحانه وتعالى والكتاب سادة المشاهدين يقع في تسعة فصول كبيرة وهذه إطلالة سريعة على محتوى هذه الفصول يقدمها ضيفنا العزيز الدكتور عباس مزهر هذا الكتاب من حيث المضمون ومن حيث المحتوى زاخر بالموضوعات الهامة إنه يقع في تسع فصول في الفصل الأول يعرض الإمام الفارق بين الإنسان وسائر الكائنات ويعرض أيضا موقع الطفل بين عقلانية الأب وعاطفية الأم وفوارق بين الرجل والمرأة في الفصل الثاني يركز على القرآن كأساس للحضارة الإسلامية ثم يعرض الأحاديث وكيف تتوجه الناس نحو الإيمان ثم يعرض نبذات من سيرة الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم وكيف يدعو إلى الصلاح وإلى تغيير هذا العالم ايضا يعرض القصه الحكميه بين النبي يوسف عليه السلام والفرعون. في الفصل الثالث يتحدث الامام عن حدود الحريه والحريه للاديان الاخرى وكيف ان كلمه التوحيد هي رمز الحريه ويقدم نموذجا للحريات في الاسلام. في الفصل الرابع يتحدث عن حروب الرسول صلى الله عليه واله وسلم وكيف انها كانت حروبا دفاعيه لا حروب هجوميه ايضا يتحدث عن الحروب الحديثه التي لا تقل سوءا عن الحروب التي حدثت في الفترات البربريه الاولى من بدايه البشريه يتحدث ايضا عن ان الاسلام يعتبر الحرب حاله استثنائيه انها اذا فرضت وانها في المفهوم الاسلامي اي الحرب من اجل السلام ومن اجل ارساء السلام وكيف يتم القتل او المحاربه او الاقتتال في منظار الاسلام من حيث ارساء مبادئ السلام. في الفصل الخامس يعرض الامام التطبيق العملي للقران عند المسلمين ويتحدث عن واقع المسلمين قبل الاسلام وبعده، يتحدث ايضا عن الامام علي عليه السلام كيف كان يصف المتقين ويتحدث عن علائم الكفر في القران الكريم. في الفصل السادس عفوا في الفصل السادس يتحدث الامام عن الدوله الاسلاميه ويميز الدوله عن الامه اي عن الامه الاسلاميه يتحدث عن الاخوه الاسلاميه وعن الشريعه الاسلاميه وعن الحريه في الاسلام في الفصل السابع يعرض سماحه الامام عن النبي الاكرم كيف كان يعمل اجيرا وراعيا وزارعا ايضا وهو في الوقت نفسه كان سيد الامه وسيد الخلق و يعني لكي يظهر كيف ان القائد المترف في عصورنا اليوم كيف يخالف الصفات الحقيقيه او الصفات الاصيله لمفهوم القائد الذي يجب ان يحتك بالناس ويحتك بالتراب وبالفئات الشعبيه. ايضا يتحدث عن العداله الاجتماعيه وعن العفو العام في الاسلام. في الفصل الثامن يعرض الامام انحراف الحكومات التي تدعي الاسلام. هناك اليوم الكثير من الحكومات في العالم الاسلامي تدعي انها حكومات اسلاميه وهي لا تمت للاسلام كمنهج وتطبيق بصله، ايضا يتحدث عن الحياه المترفه للقاده وعزله القاده عن الجماهير بينما نحن نعرف في النظام الاسلامي وفي الدوله الاسلاميه التي اسسها الرسول الاكرم صلى الله عليه واله وسلم وحكمها فيما بعد بالعداله الامام علي عليه السلام كان القائد الامه دائما في صفوف الجماهير وكان يحكم من موقعيته الوجدانيه وموقعيته الانسانيه داخل منظومه الجماهير، بينما اليوم القائد منفصل عن الجماهير تماما والجمهور مغترب عن قيادته مما يشكل مسافه واسعه بين القياده والشعب. وكيف ان اليوم هذه الانظمه تحارب العلماء سواء كانوا علماء دين سواء كانوا علماء اجتماعيين كل فكر تجديدي أو كل فكر يعرض مصالح الطغمة الحاكمة للخطر هم يحاربونه حتى ولو كان دينيا وحتى لو كان علميا وبغض النظر عن المجال الذي يقع فيه هذا العلم في الفصل التاسع يعرض سماحة الإمام الصراع الأزلي بين الجبهة الحق وجبهة الباطل من حيث الماده المفاهيميه لهذا الصراع من حيث الماده الميتافيزيقيه لهذا الصراع ومن حيث الماده الجدليه لصراع الحق والباطل ومن حيث المفهوم القراني لصراع الحق والباطل وصولا الى صراع الحق والباطل بوجهه السياسي وجهه الاجتماعي الذي يحصل اليوم ويتحدث عن الوسائل السليمه لكيفيه الانتصار في المعركة على الباطل، انتصار الحق ويعرض حالتان رئيسيتان او يعرض مفهومين اساسيين لهذا الانتصار هو الاعداد النفسي والاعداد التنظيمي، الاعداد النفسي الذي يقوم على اعداد الفرد لنفسه لينتصر على الباطل، ليتحلى بمفاهيم الحق وعندما يتحلى كل انسان بهذه المفاهيم المجتمع هو مجموعة من الافراد كل فرد يتبنى هذه المفاهيم تصبح منظومه فكريه شامله وايضا الاعداد التنظيمي هو ما يقع على عاتق المجتمع ككل في التاهيل وفي الترشيد والتصويب الذي يمهد لهذه الصياغه الجديده للمجتمع وللفرد ايضا الكتاب ساده المشاهدين كبير جدا لا يمكن ان نعطيه حقه في هذه العجاله ولكن هي محاوله منا للغوص في هذا البحر الواسع فالكتاب أحبة المشاهدين يقع في ما يقرب من سبعمائه وثلاثين صفحه من القطع المتوسط وهو كتاب يعتبر كبير جدا ليس بعدد صفحاته فحسب وانما بمحتواه ايضا وهذا ما يجعل القارئ والمتابع والمتفحص في حيره في اختيار الموضوع الاكثر اهميه الذي قد يرتكز اليه في محاولة إيجاد جواب على السؤال الأول أو التساؤل الكبير الذي أبرزه هذا الكتاب وهو هل العالم سليم الصياغة؟ فما هي أسباب الانحراف العالمي؟ الجواب على هذا السؤال يقودنا إلى معرفة الطريق للوصول إلى صياغة جديدة لهذا العالم. لا شك في أن هذا الكتاب مليء بالموضوعات الهامة التي تضعنا أمام صعوبة في انتقاء أفضلياتها. ولكن ينبغي في هذه الفقره ان نركز يعني على اهم ما يرتبط بعنوان او طرح الكتاب بشكل مباشر. هي من اهم الموضوعات هي ما يعرضها الامام حول اسباب الانحراف العالمي تمهيدا لعرض فكره الصياغه السليمه او الصياغه الجديده لهذا العالم. اولا محدوديه الثقافه التي يتحدث عنها الامام، رغم التطور الهائل والتقدم العظيم الذي يشهده العالم المعاصر الا ان هناك محدوديه في الثقافه، اي هناك نقص في المعرفه الحياتيه للانسان يعني بعباره اخرى هناك تقدم علمي ضخم ولكن هناك عدم وعي علمي، كيف يكون؟ هناك تقدم علمي وفي نفس الوقت تعاني المجتمعات من عدم الوعي العلمي. مثلا الاسلحه او التكنولوجيا بما فيها التكنولوجيا النوويه تنم عن تطور علمي هائل جدا ولكن عندما تستخدم لاغراض بربريه واغراض عنفيه كما حصل في في اواخر الحرب العالميه الثانيه عندما قتلت الولايات المتحدة الأمريكية بضربة واحدة حوالي مئتي ألف من المواطنين في هيروشيما ثم في ماناكازاكي حوالي 70 ألف إذا هنا نتحدث عن عدم الوعي العلمي عندما نستخدم التطور العلمي في في المشاريع التي تهدد سعاده البشريه وراحه البشريه اذا هناك يعني ينطبق هنا مفهوم الإمام الذي يتحدث عن محدودية الثقافة ومحدودية الوعي أيضا هناك من أسباب الانحراف العالمي حسب ما يعده الإمام انسحاق الفطرة وأية فطرة فطرة الفطرة يعني فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله إذا هذه الفطرة كيف تنصحك تحت تأثير الدعاية العالمية الهائلة اليوم العالم الشعوب اليوم للأسف هي شعوب مستهلكة ومستهلكة للوهم وهذا الوهم تبثه الـ الإعلام يبثه الإعلام ووسائل الدعاية العالمية التي تعمل على تضليل الرأي العام وتعمل على غسل أدمغة الشعوب هذه الدعاية الموجهة هذه الدعاية التي تحركها أدمغة شريرة تعمل على تقنيات التأثير على العقول والتلاعب بالعقول وهذه ايضا نظريه يعني اليوم يستعملها الغرب ويستعملونها في التضليل الاعلامي داخل العالم العربي يعني يزينون الامور يمارسون نوعا من تعهير القيم وتمييع المفاهيم الاخلاقيه بهدف تحقيق الانحلال الاخلاقي الذي يبيح لهم التمادي في مشروعاتهم، ايضا هناك الانفصام، يتحدث الامام عن موضوع هام هو الانفصام الذي يعيشه الانسان، كيف يعيش الانسان حاله من الانفصام؟ هناك انفصام بين الفعاليات الايجابيه للنفس الانسانيه وبين الموضوعات الخارجيه في الواقع، يعيش الانسان نوعا ايضا من الانفراط عن النفس يعني يعيش حاله من الاغتراب، الانسان مغترب عن فعاليات النفس الفطريه التي فطر الله عليها الانسان، وهناك ايضا انفراط الانسان عن مجتمعه، اي الانسان اليوم لا يعي الدور الايجابي الذي عليه ان يمارسه داخل المجتمع، وهناك ايضا حاله من الانفراط عن الله عز وجل، حاله من الانفصال، حاله من الابتعاد عن الله عز وجل وذلك في الفهم الخاطئ للعلاقة مع الخالق أو في انقطاع هذه العلاقة فساد النظام الاجتماعي في الغرب هي من الموضوعات التي يعلق عليها الإنسان سماحة الإمام يتحدث عن الانحراف عن الدين يعني عندما قام الغرب بفصل الدين عن الدولة دخلت كل الموبقات اللا أخلاقية وانهارت المؤسسات الدينية أو صارت يعني تم بتعبير ادبي يعني تم كانه تم سجن الله داخل الكنائس وداخل المعابد وكان المفاهيم الالهيه لا ينبغي لها ان تخرج من دور العباده لتكون اداره حياتيه. ايضا هذا ادى الى انهيار المنظومه الاسريه في المجتمعات الغربيه، النسق الاسري في المجتمع الغربي معرض آه ل نوع من الخلل الكبير في المفاهيم الاصيله للاسره، لذلك ياتي الامام يعرض نظره الاسلام، كيف الاسلام يعالج الاسباب الانحراف ويعالج الحياه من حيث التكامل بين الدين والمجتمع، بين الدين والدوله، بين الافكار والاخلاقيات الدينيه وما يقابلها في المجتمع الامام يعني في صياغته الجديده يريد ان ينقي هذا المجتمع من الشوائب، ان يعيد الدين الى نصابه، ان يعيد فعاليه المؤسسات الدينيه، ان تكون هذه المفاهيم الاخلاقيه الدينيه هي سلوك وهي اسس حياتيه ومنهج معيشي يمارسه الانسان دون ان يفصل بين القيم الدينيه وبين ما هو موجود داخل المجتمعات من نسق معيش وفي اجواء هذه الرحله الممتعه ساده المشاهدين مع هذا الكتاب الصياغه الجديده لابد لنا من توجيه الشكر لكل من ساهم وبادر في وضع هذا الكتاب في متناول القراء الاعزاء عنيت بها مؤسسه الفكر الاسلامي للثقافه والاعلام وبعيدا عن الشكر والامتنان ولإعطاء هذا الكتاب حقه وخاصة من خلال المنهج الذي اعتمده سماحة الإمام الراحل الإمام محمد الحسين الشيرازي على الله مقامه الشريف حيث اعتمد على طريقة علمية معاصرة متقاربة إلى حد كبير مع أفكار العلماء والمفكرين والفلاسفة المعاصرين وهذا ما سيتحدث عنه في هذه الفقرة ضيفنا العزيز الدكتور عباس مزهر الكتاب هو صياغه جديده للعالم اذا عندما نتحدث عن صياغه جديده اذا هذا الكتاب سيكون لصيقا بل ومتقاربا جدا مع الموضوعات المعاصره التي طرحها فلاسفه وعلماء كثر اولا اذا تاملنا افكار العالم والفيلسوف النمساوي سيغموند فرويد نراه يتحدث عن فكره السلام العالمي وهو داعيه السلام في العالم في رسائله الممتازه الى العالم الشهير البرت اينشتاين يتحدث فرويد عن ان انكار الغرائز والتخلي عن العدوانيه هو احد ابرز وسائل تحقيق السلام في العالم وهو احد اهم وسائل التغيير والصياغه الجديده لهذا العالم والاهم من ذلك يصف فرويد ان الناس اليوم عاطلون عن الثقافه وهذا ما يجعلنا نربط هذه الفكره بفكره الامام في كتابه عندما تحدث عن محدوديه الثقافه وقله الوعي. ايضا يتحدث فرويد عن ما يسمى بانسان السراديب المظلمه وهو ذلك وهي فكره الموروثات البدائيه العدوانيه التي يتوارثها الانسان من جيل الى جيل وقد اشار الامام في كتابه الى هذا النوع من من الشخصية الإنسانية التي تحمل بعض الشرور أيضا في تركيبتها. إذا أيضا هناك المجتمع الصناعي المعاصر الذي يجعل الآلة تتقدم على الإنسان ويجعل الإنسان يعيش حالة من القلق الوجودي، حالة من الرعب الوجودي أمام منطق السيطرة الآلية التي يتم من خلالها اختزال الإنسان. واختزال قيمته ليصير إنسانا آليا أيضا يتم التعامل مع الإنسان كأنه آلة وبذلك يتم تشيء الإنسان والتشييء هنا أي يعني الاستلاب القيمة الإنسانية من الإنسان ومنحه نوعا من التشيء الجامد في قيمته الإنسانية وهذا ما يؤدي حسب يعني العلماء المعاصرين إلى ان الانسان يعيش حاله من الاغتراب وحاله من الوعي الزائف لوجوده ومن ركز على هذه المفاهيم الفيلسوف جون بول سارتر الذي تحدث عن ماساويه الوجود الانساني يعني التي يرتقي الى نوع من الاحباط الناجم عن احتكاك الانسان بهذا الوجود وعبثيه هذا الوجود هذه العبثيه تحدث عنها الايمان في كتابه واصفا اياها بمفهوم اخر وهو الاعتباطيه التي بداناها في بدايه الكتاب عندما تحدث هل هذا هو عالم الجنون القائم على الاعتباطيه والفوضى والعشوائيه في منهجه ايضا البير عندما تحدث عن في كتابه المتمرد دعا الى نوع من الاصرار على يعني الإصرار على مواجهة الوجود واتخذ أسطورة سيزيف الذي حكمت عليه الآلهة بأن يجر صخرته من سفح الجبل إلى قمة الجبل وما أن يصل إلى القمة حتى تفلت هذه الصخرة ثم يعاود الكرة يعني يرقد خلف الصخرة ليعيدها إذا هذه العبثية التي تجعل العالم يعيش نوعا من التكرار اللاجدوي التكرار العبثي التكرار الفوضوي الذي أيضا ركز عليه الإمام في كتابه هي دعوة وجودية إلى الإصرار على التغيير مهما كانت العبثية طاغية والإمام هنا في كتابه أيضا دعا إلى كسر هذه العبثية وكسر هذه الاعتباطية وإعادة الصياغة الجديدة ايضا الفيلسوف ياسبرز تحدث عن الازمه مع عن الاخر فالوجود البشري حسب ياسبرز هو وجود جماعي ووجود اجتماعي وهذا ما ركز عليه الامام عندما تحدث عن ان الفرد ينضوي في مجموعه او في منظومه اجتماعيه هامه هي التي تحدد موقعيه هذا الفرد وموقعيه سير العالم من خلال هذه العلاقات داخل المجتمعات او المنظومات الجماعيه. الفيلسوف هايدجر تحدث في كتابه مشكله الأنت عن التناقض بين ما يشعر به الفرد تجاه حاجته للآخرين وبين الإحباط الناجم أو خيبه الأمل الناجمه عن الاحتكاك مع الآخرين، يعني الإنسان يحتاج إلى المجتمع وهذا المجتمع يسبب له خيبه الأمل، لماذا؟ لأن أنصاق العلاقات بين الناس أنصاق منحرفة أنصاق خاطئة كما تحدث الإمام أيضا هنا ترتبط فكرته مع فكرة الفيلسوف هايدجر أيضا الفيلسوف هاسكلي تحدث عن تمييزات اجتماعية صارمة اليوم تقوم على فوارق بيولوجية من صنع الهندسة, الهندسة الوراثية المرعبة أو وحش الجينوم الذي يهدد العالم اليوم بنوع من الرعب الذي يجعل العالم مسخا بعيدا عن كل الأخلاقيات والفيلسوف أيضا إيلول يتحدث عن المجتمع التكنولوجي الذي سيكون فيه الإنسان مدجنا طبيعيا في السنوات القادمة هذه, هذه النظريات التي تدعو إلى أنسنة المجتمع الإنساني أو المجتمع البشري نجدها او نجد هذه السمه او الصفه الانسانيه موجوده في كتاب الامام منذ بدايته الى نهايه فصوله وفي الختام احبتي المشاهدين كم نحتاج الى وضع اسس جديده لصياغه هذا العالم كما اراد الله سبحانه وتعالى من اجل الوصول الى عالم الايمان والحريه والرفاه والسلام مستفيدين من فكر الامام الشيرازي على الله مقامه الشريف الذي وضعه في مؤلفه هذا الصياغه الجديده كل الشكر لضيفنا العزيز الدكتور عباس مزهر على ما افاد به في هذه الحلقه الشكر موصول لكم ساده المشاهدين على حسن المتابعه على امل ان يتجدد اللقاء بكم في رحله جديده مع كتاب جديد الى ذلك الحين استودعكم الله والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته